بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وقناتكم Accounting Forever. النهاردة يمكن فيديو بسيط شوية بيتكلم على إزاي نستخدم الإكسل في حساب القيمة الزمنية للنقود، أو زي ما احنا بنقول عليها الـ Time Value of Money. Time Value of Money، طبعا الـ Time Value of Money حضرتك بتتكلم على ان في خط زمني زي ما حضرتك شايف كده، دايما احنا موجودين في الـ Present Value او في القيمة الحالية، واي نقطة على الخط دوت هي بتعتبر الـ Future Value. طبعا في اتخاذ القرارات اللي ليها علاقة بالاستثمار واستخدام الـ Approaches او الطرق اللي بتساعدنا على اختيار استثماراتنا، او في تقييم، واخد بال حضرتك، حتى بعض الـ Financial Instruments او الادوات المالية بتاعتنا، او حتى في ايجاد بعض قيم الحسابات اللي ممكن تبقى موجودة مثلا في الـ Financial Statement زي الـ Balance Sheet وغيره، بنحتاج ان احنا نروح للـ Present Value والـ Future Value او القيمة الحالية والقيمة المستقبلية. طبعا احنا عندنا ثلاث انواع او ثلاث يعني زي ما بيقولوا كده فلوز من الكاش فلو، زي اللي هي السنجل بيمنت، وعندنا حاجه اسمها الانيوتي، وعندي كمان حاجه اسمها الميكست ستريم. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده، السنجل بيمنت هو عباره عن ان انا هجيب الفاليو بتاعتي، كويس، هجيب الفاليو بتاعتي يا اما في البريزنت فاليو يا اما في فيوتشر فاليو، بيزد على انا عاوز اعمل ايه. يعني بمعنى انا معايا مثلا 1000 جنيه النهارده، خلاص، شايف ده طبعا البريزنت فاليو، شايف ان احنا الفايده مثلا في البنك النهارده مثلا هقول 11%، اوكي، وشايف برضو واخد بال حضرتك ان انا مثلا عاوز استثمر ال 1000 جنيه دول لمده 5 سنين. طيب وعاوز اعرف الفيوتشر فاليو بيزد على المعلومات ده هيبقى كام. طيب طبعا هقول كده ايكوال واكتب كده فيوتشر فاليو، وبيقول لي حط الريت، فانا هقول له الريت 11% زي ما انت شايف كده، وهدوس كما، بيقول لي ال NPER اللي هو عدد السنين او عدد البيريدز، مش السنين، number of periods، خلاص، وبيقول لي البيمنتس، ده طبعا لو انا عندي زي اقساط انا ما عنديش فهحط زيرو. قال لي طب البريزنت فاليو كام؟ فبقول له 1000، تمام. وبعدين بيقول لي هل انت هتعمل البيمنتس بتاعتك دي في الاول ولا في الاخر؟ قلت له لا والله at the beginning of the period، ودوست انتر. فطبعا زي ما انتم شايفين كده قال لي ان القيمه النهارده هتبقى 1685. طيب خدت بال حضرتك انا الرقم هنا قلب معايا بوزيتيف ليه؟ لان دايما حضرتك وانت بتحسب الفيوتشر فاليو او البريزنت فاليو في الاكسل لازم تاخد بالك دايما ان البريزنت فاليو لازم يكون بالماينس، لازم يكون، لان ده بيمثل كاش اوت فلو، كاش اوت فلو، فيجب ان حضرتك تاخد بالك من حاجه زي كده. طيب خليني اعمل ايه؟ اقول طب العكس، احنا لسه في سنجل بيمنت، يعني ايه سنجل بيمنت؟ يعني انا حطيت اماونت هنا ومش هاجي جنبها لمده 5 سنين لغايه ما اوصل للفيوتشر فاليو. طب جميل، العكس بقى، لو انا عندي 2000 عاوز اوصل لهم بفايده، يعني عاوز اوصل ل 2000 دولار او 2000 جنيه، وعاوز اعرف النهارده بعد 5 سنين وبفايده 11%، عاوز اعرف احط النهارده كام از بريزنت فاليو. فهعمل العكس بقى، هقول بريزنت فاليو بيساوي الريت اللي هو ال 11% اللي احنا اتفقنا عليهم، كويس، عدد المدد 5، ماشي، البيمنت 0 مفيش، الفيوتشر فاليو 2000، والتايب واخد بال حضرتك اللي احنا بنعمله هنقول اند اوف بيريد، وهدوس انتر. فواضح عندي هنا ان هو 1186، يعني حضرتك هتحط 1186 اوكي عشان يجي لك في الفيوتشر 2000 جنيه. يبقى ده ازاي احسب البريزنت فاليو والفيوتشر فاليو باستخدام الاكسل، وزي ما بيقولوا كده طريقه سهله وبسيطه ما فيهاش حاجه. طيب بالنسبه للانيوتي، الانيوتي دي بيمنت، يعني ايه بيمنت؟ يعني واخد بال حضرتك عندي في كونستنت
amount، وكمان عندي واخد بال حضرتك constant interval. يعني ايه؟ يعني دفعات، واخد بالك الدفعات دي ثابتة، وفي نفس الوقت كمان واخد بال حضرتك الدفعات ديت انت بتتكلم على مدد ثابتة، فبالتالي انت واخد بال حضرتك بتقول ان الاثنين دول خلاص لازم يكونوا موجودين. طيب يعني ايه؟ يعني هقول لحضرتك انا هحط هحوش 1000 جنيه لمدة 5 سنين، لمدة 5 سنين. خلينا نغير 4 سنين، اوكي خلاص. عاوز اعرف في اخر، والفايدة هنقول مثلا الار او الكي او الاي حسب طبعا اللي حضرتك بتعمله، خلاص هنقول مثلا 10%، وعاوزين نعرف الفيوتشر فاليو. طيب فهنقول كده اف في، وهيقول لي الريت مرة تانية هقول له 10%، كما عدد المدد 4، كما البيمنت 1000. لما انا كتبت بيمنت هو فهم طبعا ان انت بتتكلم على ان يوت بريزنت فاليو 0، ما حطيتش اي دفعات دلوقتي. التايب بتاعي واخد بال حضرتك الاند اوف البيريد، ودوست كده. طبعا انا عملت حاجه زي ما قلت لحضراتكم، احط كده فاقوم طلع عندي 4000، تمام، و 4641. طيب لو انا العكس، يعني ايه العكس؟ انا عاوز اعرف احط النهارده كام عشان يطلع لي، احط في البنك كام يطلع لي 1000 جنيه لمده 4 سنين فايده 10%. فهكتب كده present value، الريت عندي 10%، كما عدد المدد 4، كما البيمنت 1000، كما مفيش فيوتشر فاليو، التايب اوف بيمنتس واخد بال حضرتك دايما ايه؟ الاند اوف بيريد، ودوست كده طلع عندي 3000. يبقى احط 3000 النهارده عشان يجي لي 1000 لمده 4 سنين بفايده 10%. والنوع الثالث اللي هو الميكسد ستريم، وزي ما انتم شايفين كده احنا عندنا هنا 4 بيمنتس، والبيمنتس دي مختلفه زي ما انتم شايفين كده. هنا لو انا حاولت استخدم الفانكشن اللي هو بي في كويس، وحاولت اعمل زي ما انا عملت فوق، وخلينا نقول مثلا الريت 10% والبيريدز 4، وهقول له البيمنتس هي، طبعا نقدر نعمل دي كده شويه، والبيمنت كده تمام، والفيوتشر فاليو 0، وهنقول اند اوف بيريد، هتبص تلاقي ان اداني ايرور، لان حقيقه في الميكسد ستريم مش هينفع نستخدم نفس الفانكشن ده، لكن نقدر نستخدم فانكشن بديل اللي هو الان بي في او النت بريزنت فاليو. طيب النت بريزنت فاليو هيطلب مني الريت اللي هو 10%، الفاليو هيقول لي الفاليو الاولانيه، هبتدي اقول له اهي واعمل كوما واخد الفاليو الثانيه وكوما والفاليو الثالثه وكوما والفاليو الرابعه وكوما، وبعدين هقول له اوكي، فطلع عندي هنا البريزنت فاليو 7547. طيب لكن عشان انا اتاكد، ممكن طبعا الميكسد ستريم زي ما انتم فاهمين نقدر نعمله كل بيمنت وكانها سنجل بيمنت مختلفه، يعني اقدر اعمل كده واكتب بريزنت فاليو كويس لل1000 ديت، وهاجي اقول كده الريت 10% زي ما احنا اتفقنا، و1 اوكي و كما، والبيمنت هقول له البيمنت اهي تمام، وهعمل كما، والفيوتشر فاليو معلش البيمنت 0 لان احنا اتفقنا ده مش انيوتي، والفيوتشر فاليو هو ال1000 اللي احنا بنتكلم عليها، وبعد كده هيقول لي التايب هقول له اند اوف بيريد، وبعدين هدوس انتر فيجي لي 909. طبعا لو انا شديت كده مفروض ان هو عملت دراجنج، يعني عمل لي نفس، بص كده نفس الايه الفاليوز ب 10%، بس طبعا ايه خلي بالك ان احنا لازم هنا نغير الايه البيريد، لان هنا سنتين، هنا طبعا 3 سنين، وهنا
أربع سنين. لو أنا جيت عملت summation تحت هنا وعملت كده، طلع الـ value 7547 زي اللي أنا طلعتها، يبقى الـ function اللي هو الـ PV العادي ما يصلحش فيه الـ mixed stream، لكن نقدر نستخدم مكانه اللي هو الـ net present value، تمام؟ أو إن إحنا نعمل كل payment لوحدها، بس طبعا كل payment لوحدها لو أنت عندك عدد كبير شوية من الأرقام هيبقى صعب شوية، ولكن زي ما أنت شايف كده طلع لي في الآخر نفس الإيه؟ نفس النتيجة. طبعا الـ time value of money ليه applications كتيرة قوي، منها مثلا loan amortization، وهسيب لكم في آخر الفيديو لينك لإزاي نحسب loan amortization table أو الجدول بتاع فايدة القروض. طبعا في زي ما قلت applications أكتر أو implementation أكتر، ولكن دول إن شاء الله عشان الفيديو ما يطولش أكتر من كده هيبقى ليهم فيديو منفصل هنتكلم فيه عن الحاجات ديت. متشكر ليكم جدا، أتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم، نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.